وسابقا أن الرئيس أصبح آمرا بالصف، وبالتالي لماذا تنكرون على النواب مجلس العمل أن يستفيدوا من السيارات في حين أن نواب الجماعات يستفيدون؟ وقلت القانون، قلت القانون بأن فقط يكون لهم التنقل، نفس القانون سواء في المادة 52 ولا المادة 55 ولا المادة 53، الجهات وفي مجلس العمل ومجلس الجماعات نفس القانون بحرفيته، ما نبدل فيه والو. فلماذا تجادلون في استفادة النواب من السيارة ديال المصلحة في مجلس العمل وصوتتم عليها في مجلس الجماعي لفائدة النواب ديال الرئيس؟ انت صوتنا لا انت صوتنا انت في المجلس الجماعي واش تبقى تجاوب ولا ما يكرهش جاسم خليته يا صاحبي يا صوتي ماشي جاوبني وما سواش على الرئيس خليته يا صاحبي لا خليته خليته راه جينا ما كاينش اشكال تفضل سي خليل.